يعيش أكثر من 1000 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء ممن ضاقت عليهم السبل وطحنهم الفقر في مكبات النفايات المنثورة على المساحات الصحراوية شمالي مديرية البريغا في محافظة عدن، فيلبسون ما تجود به براميلها ليصبح لهم في مكب النفايات موطن رزق. من دون أي حاجة عايشين على الحديد هذا، وشم الآن نبيع نقوت يومنا، ولا ما في معنا أي دخل ثاني من الله اللي يعطينا. ما مثلا من طالب، ما طالب أحد، عايشين يا حجار لقط يا حديد يا شملان، بس هذه مهرتنا دائم حياتنا وإحنا بالعيشة هذه. ويضطر الكثير من قوم بدو عدن سكان اليمن الأقحاح والذين يعرفون بسكان المقلب على ارتياد مكب النفايات، حيث تراهم منذ الصباح الباكر ينتظرون سيارات المخلفات المتجمعة من كافة مديريات المحافظة ليقبلوا عليها بحثا في البداية عما يصلح لوجبة فطور، ومن ثم يشرعون بجمع ما تصل إليه أيديهم من مخلفات تصلح للبيع مثل المواد القابلة للتدوير، وهي في العادة زجاجات الماء الفارغة والمواد البلاستيكية المختلفة. يعني يجوا كم من عشرة يجوا لهنا يستنوا البابور حتى يجي ويدخلوا يقلبوا عن الكداديف على أساس أنه يشولوا المستفيد منه زي ما الدباب المعدن الوائرات هذه النحاس اللي كانوا يبيعوها يعني يستفيدوا منها. هذا يعني لما يستفيدوا منها وذا الإنسان يعني يجلس يعني بعض الأحيان هنا يعاني من الجوع، يعني من إذا يستنى حتى شرب الماء هنا مقطوع، يضطر إنه يركب بابور مرة ثانية يخرج إلى برا ويرجع لهنا ويدوب حق الماء عشان يشرب وذا ويدور بعد الكداديف هذه. الأوضاع المعيشية الصعبة وكثرة النزاعات والحروب في اليمن أجبرت العديد من سكان المدن الكبيرة التي تكثر فيها النزاعات المسلحة إلى النزوح من مدنهم إلى قرى بعيدة، الأمر الذي دفع بهم قسراً إلى الاعتماد على مصادر دخل لمن يستطيع الوصول إلى فرصة عيش محدودة، بينما يضطر الكثير إلى الاعتماد على ركام مكبات النفايات لمجرد العيش فقط. بيوتنا عني عشاش مهدقة، يجي المطر نغاية نتبلبل بين الماء، ماشي حد هبلنا لا معانا رواتب ولا شيء، نقس على الكدافة هذه ما كنا نشرب على هذه الكدافة الماء المر. ويلجأ الكثير من سكان المقلب إلى الاستعانة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية لسد رمق أطفالهم وحاجاتهم الأساسية من الطعام، ويأتي ذلك في ظل غياب دور الدولة ومنظمات المجتمع المدني.